القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. استشهاد الشرطي عبد المجيد حسون من فرع مرور حمص بنيران مسلحين خلال تأديته الخدمة على إشارة مرور في حي الخالدية بحمص. هذا وقد شيعت صباح اليوم من مشفى حمص العسكري جثامين 5 شهداء، 4 منهم من عناصر الجيش العربي السوري، إلى مثاويهم الأخيرة في مدنهم وقراهم. والشهداء هم المجند ياسر يونس إبراهيم من بلدة الحركة في حمص، المجند حسين عبد اللطيف المقداد من بصرة الشام في درعا، المجند محمود عبد الكريم بكي من قرية حزينة قضاء عين العرب في ريف حلب. وقد استشهدوا إثر تعرضهم لهجوم مسلح على حاجز عسكري في الرستن بحمص. والشهيد المجند علي جمعة علوش من قرية قبة الغرباء قضاء منبج في ريف حلب، والذي استشهد في منطقة تلبيسة بحمص بعد أن أقدمت مجموعة إرهابية مسلحة بإطلاق النار على حاجز عسكري. كما استقبل المشفى العسكري بحمص جثمان الشهيد هيثم عبد الكريم خليل، وهو مستخدم مدني من حي المهاجرين في حمص، والذي استشهد على طريق الطينة بعد تعرضه لإطلاق نار. شيعت بالمراسم المعتادة اليوم من مشفيي المجتهد بدمشق ودرعا الوطني وإلى مثاويهم الأخيرة جثامين 3 شهداء من قوى الشرطة. استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة، وانطلقت مواكب الشهداء المهيبة ملفوفة بعلم الوطن ومحمولة على أكتاف رفاق السلاح ومودعة بالموسيقى الجنائزية المهيبة، تكريما لهؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وأمنه واستقراره. والشهداء هم علي نايف الخضر من السويداء، ونواف محمد إسماعيل من حماة، وياسر نمورة من ريف دمشق. هذا وقد شيع أبناء اللاذقية جثمان الشهيد سمير أسعد، كما شيع أبناء الحسكة جثمان الشهيد المجند فهد مجول الخزام، والذين اغتالتهم يد الفوضى والإجرام التي تحاول المساس بأمن سوريا. على أرض سوريا سقط وفي ذاتها رفع الصوت أن وداعا أيها الشهيد، وبما أن سبب الشهادة يصنع الشهيد فطوبى لمن سالت دماؤه لتصان دماء الجميع. طوبى للشهيد المجند فهد الخزام وهو يشيع من مشفى الحسكة إلى مدينة الإباء. وكلنا شهداء للوطن، أنا وأولادي وولود عمامي كليتهم والعشيرة كليتها فدا للوطن. احنا باسمنا واسم عشيرة الشرابين العبيد نقدم هذا الشهيد هذا العريس لهذا الوطن. وفي اللاذقية صوت لشهيد آخر هو سمير إبراهيم أسعد، ليلاقي أهله حاملا العزة وإن حملوا بخبر الشهادة طعم الفراق. الله يرحم ولاد الشهيد ويرحم كل شيء رحم منها. نعم يا أصحاب العزة، يا من اختارتكم نسائم الرحمة، لكم تحنى الهامات والرقاب. سيارة لحفظ النظام تعرضت أمس لكمين في منطقة الرستن في حمص وفيها 5 عناصر، ما أسفر عن استشهاد 3 فورا، فيما استشهد الرابع في غرفة العناية المشددة والخامس جريح. يروي القصة. قمنا بمهمة لملاحقة المسلحين منطقة الرستن وتعرضنا لكمين داخل البيوت بين الرستن، يعني من جهتين ماشيين على الطريق، مشينا غير فجأة رصاص صار يجي علينا أسلحة روسيات وبنبكشينات وصار الضرب علينا. أنا تصابت بشظايا بالرأس. ونبقى في حلب، حيث زفت منطقة عين عرب شهيدها المجند محمود عبد الكريم بكي الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص قبل أيام. وسط مشاعر الفخر والاعتزاز وملفوفا بعلم الوطن ومحمولا على الأكتاف، زفت منطقة عين العرب شهيدها المجند محمود عبد الكريم بكي الذي أدى واجبه على أكمل وجه وقدم روحه رخيصة ليبقى الوطن عزيزا حرا مصانا. وأكد ذو الشهيد أنه كان قدوة في الأخلاق الحميدة والانضباط وتربى على حب الوطن، فاستحق أن ينضم إلى قوافل شهدائه إيمانا منه بأن تكاتف أبناء الوطن وتضحياته في سبيله قادرة على التصدي لكل المؤامرات. إن الوطن وطن الجميع
وعصمة المحمود الكردي بدمه بقطرة الدماء. إلا لا فرق بين العربي والكردي، إنها صارت جسر وأصبح جسر بين عين عرب ولاذقية والشام وحصكة والدير الزور والجبلة، وهذا هو مبدأنا. ومن مشفى حمص العسكري شيع اليوم جثمان الشهيدين الرقيب غيث مرهج أبو علي والشرطي عبد المجيد صالح حسون اللذين استهدفتهما المجموعات الإرهابية في حمص إلى مثويهما الأخيرين في حما وحمص. وانطلق موكب الشهيدين ملفوفا بعلم الوطن ومحمولا على الأكتاف ومودعا بلحني الشهيد ووداعه. وعبر ذوو الشهيدين عن اعتزازهما بشهادة ولديهما داعين إلى حماية الوطن ومعربين عن أملهم بأن يعم الأمن والأمان والخير كل أرجائه. صرح مصدر عسكري مسؤول أن ضابطين من قواتنا المسلحة استشهدا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية في مدينة بشرشال الجزائرية أمس. وأوضح المصدر أن الضابطين كانا يتبعان دورة عسكرية تدريبية في الأكاديمية المذكورة عندما تعرضت لهجوم إرهابي أدى إلى استشهاد عدد من العناصر وجرح آخرين. وأضاف أنه سيتم تشييع الشهيدين وهما المقدم الركن أنور سليمان سعد والمقدم الركن أحمد شوكت أحمد إلى مسقط رأسيهما في مراسم عسكرية بعد وصول جثامينهما إلى أرض الوطن. هذا وارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي على نادي الضباط الخارجي للأكاديمية العسكرية في بشرشال بالجزائر إلى 18 قتيلا بينهم مدنيان اثنان. وقال مصدر أمني جزائري إن انتحاريين وصلا بدراجة نارية قرب مدخل الثكنة وفجرا نفسيهما، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن 20 آخرين جرحوا في الاعتداء وغادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ما عدا 6 منهم ما زالوا تحت المراقبة الطبية، أحدهم في حالة خطرة. هذا وقد أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤوليته عن هذا الاعتداء الإرهابي. بعد وصول جثمانيهما إلى أرض الوطن شيع من مشفى تشرين العسكري الشهيدان المقدم الركن أنور سليمان سعد إلى قرية بيتعانة في جبلة والمقدم الركن أحمد شوكت أحمد إلى قرية اللقبة بمصياف، اللذان قضيا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية في مدينة بشرشل الجزائرية في 27 من الشهر الجاري. وجرت للشهيدين مراسم تشييع رسمية حيث لفا بعلم الوطن وحملا على الأكتاف بينما عزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد ووداعه. وكان الضابطان يتبعان دورة عسكرية تدريبية في الأكاديمية المذكورة عندما تعرضت لهجوم إرهابي أدى إلى استشهاد عدد من العناصر وجرح آخرين. أنا أخو الشهيد المقدم الركن أنور سليمان سعد. أخي الشهيد استشهد أثناء أدائه لعمله بقيامه بدورة تدريبية في جمهورية الجزائر الشقيقة. قامت يد الغدر والإرهاب باغتياله هو مجموعة من رفاقه في الأكاديمية العسكرية في الجزائر. الحمد لله رب العالمين الذي كرمنا بشهادة أخينا المقدم الركن أنور سعد. أنا صهر الشهيد المقدم الركن أحمد شوكات أحمد. الشهيد كان يتبع دورة تدريبية في الجزائر بمساء يوم 26/8/2011. استهدفته مجموعة إرهابية مسلحة في الجزائر قامت بعمل تخريبي أدى لاستشهاده وزميله الآخر من سوريا ومجموعة من الضباط العرب الآخرين. الشهيد أحمد كان قدوة ومثل، كان قدوة لمرؤوسيه ومثل لزملائه. قرية بيت عانة بجبلة شيعت ابنها الشهيد المقدم الركن أنور سليمان سعد وسط تأكيد الجميع أن الشهيد كان مثالا للانضباط والالتزام والتفوق طيلة حياته. والشهيد سعد من مواليد عام 1973 متزوج وله ولدان. ومن مشفى حمص العسكري شيع جثمان الشهيدين العقيد الطيار المتقاعد عوف محمود الزينو والمساعد أول إلياس يوسف قدموس اللذين استهدفتهما المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص الأسبوع الماضي. وانطلق موكب الشهيدين اللذين لفا بعلم الوطن وحملا على الأكتاف مودعين بلحني الشهيد ووداعه إلى مثواهما الأخير في حمص.
وبالموسيقى الجنائزية المهيبة زف أهالي قرية دمين الشرقية بحمص شهدهم المساعد أول إلياس يوسف قدموس معربين عن فخرهم واعتزازهم بالشهيد الذي أدى واجبه الوطني بكل شرف وأمانة وقدم روحه في سبيل عزة سوريا ووحدتها. الله يرحمه شهيد الوطن أبو اللوس شهيد الوطن أبو يوسف. وفي محافظة حماة شارك الآلاف في تشييع جثمان الشهيد الرقيب أول غيث مرهج أبو علي الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة بريف حمص قبل أيام إلى مثواه الأخير في منطقة الربيعة. وعبر ذوي الشهيد عن اعتزازهم وفخرهم بشهادة ابنهم داعين لمحاسبة كل من تمتد يده للعبث بأمن سوريا واستقرارها. والشهيد من موالد عام 1979 متزوج وله ولدان. كما زفت قرية حوير الصليب بحماة جثمان الشهيد المساعد أول هيثم مرعي الذي اغتالته المجموعات الإرهابية المسلحة في حماة الأسبوع الماضي. وعبر ذوي الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم وثقتهم بقدرة سوريا على تجاوز المحنة بفضل تكاتف أبنائها واستعدادهم للتضحية في سبيلها. شيع من مشفى حمص العسكري جثمان الشهيد المساعد أول سهيل جابر عبدو من قوات حفظ النظام الذي استهدفته المجموعات الإرهابية المسلحة في حماة خلال الأيام الأخيرة إلى مثواه الأخير في قرية الإقناقية بحمص. وجرت للشهيد مراسم تشييع رسمية حيث لف بعلم الوطن وحمل على الأكتاف بينما عزفت موسيقى الجيش لحني الشهيد وودعه. وعبر ذوي الشهيد عن اعتزازهم وفخرهم بشهادة ابنهم داعين لمحاسبة كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن. والشهيد من مواليد عام 1977 متزوج وله 3 أبناء.